بسم الله الرحمن الرحيم. تاني حاجة نقدر نتكلم عليها اللي هي الايمج، احنا بنعد عليهم بس كده مراجعة بسيطة، لان هي زي ما انتوا فاهمين هي ملهاش يعني الكلام بسيط، مش محتاج كلام كتير. هنخش على التول بوكس، هنحدد الايمج بتاعتنا كده، هتنزل لنا الايمج بالشكل ده كده. هنيجي قال لك الايمج طبيعي لو انت شغال في الويب لازم يكون عندك فولدر موجود في السوليوشن اكسبلور اسمه الايمج، علشان الصور بتاعتنا تاخد الصور بتاعتها من الفولدر ده. فانا هنعمل فولدر كده اسمه ايمج، ادي الفولدر بتاع الايمج، كليك يمين واد اكزايتنج ايتم، ونبدا نحدد له الصور اللي ايه اللي احنا عايزين. تعال نبدأ نجيب الصور من هنا، لو يكن الصورة دي حدد مكانها بس. أو ناخدها نحطها على السي على طول. أو نحطها على الديسكتوب كده. حددت الصورة. كده يبقى احنا حددنا الصورة في مين؟ في الايمج. ما علينا، اللي احنا هنخش على الايمج بتاعتنا او الصورة بتاعتنا، وهنبدأ اللي احنا نحدد الايمج بتاعتنا من الفولدر اللي موجود اسمه الايمج. لازم نعمل فولدر الايمج ده عشان نقدر اللي احنا ناخد الصورة بتاعتنا من ايمج يو اي ال. نيجي نتك عليه، افتح لنا المشروع كله، ادي الصورة بتاعتنا بالشكل ده، نقدر ان احنا نتحكم في الوتس والهاي بتاعتها. بالشكل ده كده نيجي نتفرج على الكود بتاعها اللي مكتوب بالاي اس بي، نفس زي ما احنا قلنا اي اس بي ايمج، ادي الاي دي، ادي السيرفر، وادي الوتس والهاي. خلي بالكوا بقى من حاجة مهمة، ايمج يو اي ال وطريقة كتابة او تحديد الصورة، طريقة تحديد الصورة او مكان الصورة بتاعتنا. لازم تحط العلامة دي، العلامة دي بتقولك اللي انت واقف دلوقتي على بداية المشروع، او انت واقف هنا على الويب ابليكيشن واحد، او واقف على بداية المشروع. خش على الايمج او الفولدر اللي اسمه ايمج، هتلاقي فيه صورة بالاسم الموجود قدامك ده. يبقى كده احنا حددنا مكان الصورة، زي ما قلنا لازم يكون موجود on at server، ولازم يكون ليها ID. ده بخصوص الايمج.